أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من حوار الفكر. ويسرني أن أحاور في هذه الحلقة مفكرا عربيا أقام الدنيا ولعله لم يقعدها من خلال مؤلفاته وأعماله الفكرية التي أثارت عاصفة من الجدل الحاد تجاوز الأوساط الأكاديمية والعلمية إلى وسائط الإعلام والصحافة وإلى الشارع الشعبي العام، وانتهى الأمر إلى تعقيدات قانونية وصلت إلى القضاء. لعل هذا الوصف يحيل مباشرة في أذهان المشاهدين إلى الدكتور نصر حامد أبو زيد الذي أرحب به في هذه الحلقة، لكن النقاش معه لن يدور فيها حول حثيات الظروف التي مر بها في إطار هذه التجربة، وإنما حول مشروعه الفكري نفسه مباشرة. فمن حقه ومن حق المشاهدين ومن حق الفكر العربي أن يترك مساحة للحوار وأن يتعرف على فكر الدكتور نصر حامد أبو زيد مباشرة من خلال هذا المنبر الإعلامي. فأرحب بالدكتور نصر حامد أبو زيد. دكتور نصر حامد أبو زيد له مؤلفات عدة، ولكني أذكر منها مفهوم النص، دراسة في علوم القرآن، نقد الخطاب الديني، التفكير في زمن التكفير، النص، السلطة، الحقيقة، الفكر الديني بين إرادة المعرفة وإرادة الهيمنة، وأيضا فلسفة التأويل، دراسة في تأويل القرآن عند محي الدين ابن عربي. وطبعا هناك مؤلفات وأبحاث أخرى، أحدها تناول الشافعي أو ما سماه بوسطية الشافعي. أهلا ومرحبا بالدكتور نصر من جديد. أهلا وسهلا. دكتور نصر حامد أبو زيد، لعلك توافقني أن الأصل الذي انبثقت منه فروع مشروعك الفكري لعلها تدور حول قضية النص القرآني بما هو منتج ثقافي. أنت تقول أن أنت لا تنكر الأصل الإلهي أو المصدر الإلهي للقرآن الكريم، ولكن تقول بأنه يجب أن نفصل ما بين قدسية المصدر وما بين النص نفسه، وأن النص يمكن أن يعتبر منتجا ثقافيا لأنه يعني تمثل من خلال اللغة العربية، واللغة ليست مجرد وسيط محايد وإنما تحمل تضمينات ثقافية ومنظومة من المعاني والتصورات المسبقة، وكل ذلك يجعل القرآن منتجا ثقافيا. لا أريد أن أخذ على نفسي تفصيل هذا المعنى، ولكن أسألك كيف يمكن أن نوفق بين الإقرار بالمصدر الإلهي للقرآن الكريم وبين أن يكون منتجا ثقافيا، أي أنه نتج في إطار تاريخي وضمن شروط تاريخية معينة؟ الإجابة على هذا السؤال يعني تدخلنا في مشكلات أو في قضايا لاهوتية في علم الكلام وفي الفلسفة فيما يرتبط بالفعل الإلهي. نعم. والفرق بين الفعل الإلهي وبين الصفة الإلهية. نعم. أو صفات الذات وصفات الأفعال. نعم. كما يحلو لعلماء الكلام أن يفرقوا. لكن الأهم من ذلك هو تحليل المفهوم كلمة وحي. نعم. في سياقها التاريخي قبل الإسلام، معناها قبل الإسلام لأنها كلمة مستخدمة في الشعر العربي ومستخدمة في اللغة العربية، وتحليلها في سياق التداول القرآني. نعم. كلمة وحي تفترض علاقة اتصال بين متكلم وبين مستقبل، وتفترض أن أداة الاتصال هي لغة غير مفهومة للطرف الثالث. نعم. وهكذا استخدمها الشاعر الجاهلي في البيت مشهور جدا حين تحدث عن ذكر النعام، حين يعود إلى أنثاه بعد رعد وبعد عاصفة وهو خائف على نعم. على أنثاه وعلى البيض، يقول الشاعر: يوحي إليها بإنقاض ونقنقة كما تراطن في أفدانها الروم. فهنا الشاعر بيقول إن فيه نواحي لكنه بلغة غير مفهومة. نعم. اللي هو الإيقاظ والنقنقة. نعم. بالضبط كما تتراطن الروم في قصورها، وحين يتراطن الروم لا يفهم العربي ماذا يقولون. نعم. لكنه يدرك أن هناك علاقة اتصال غير مفهوم. هذا هو المعنى اللغوي اللي بيحدد معنى أو بيحدد مفهوم الوحي قبل القرآن. نعم. وفي إطار هذا تم التعامل مع الشعر باعتباره الشعراء توحي إليهم الجن، ولكن باللغة العربية. نعم، توحي إليهم الجن، لكن كيف يعني الشاعر يقول باللغة العربية، لكن كيف توحي إليه الجن؟ هذا سؤال آخر. وإحنا عارفين طبعا وأنت يعني تعرف ذلك إن الشعراء
كانوا يفخرون، يقول مثلا عن غريمه الشاعر: شيطانه أنثى وشيطاني ذكر، إني وكل واحد من البشر شيطانه أنثى وشيطاني ذكر. فتحليل كلمة وحي في إطار ثقافة ما قبل الإسلام، ثم تحليلها في إطار التدوين القرآني، تعطي مجموعة من العناصر المشكلة لما يسمى بنية الوحي. العنصر الأول المتكلم، العنصر الثاني المتلقي، ثم قناة الاتصال. ما هي قناة الاتصال؟ ثم أداة الاتصال وهي اللغة. كويس. إذا حللنا الوحي من هذا المفهوم، سنجد أن المتكلم هو الله عز وجل، المتلقي الأول هو محمد عليه السلام، قناة الاتصال هي الملك جبريل، لغة الاتصال هي اللغة العربية. فإذا نحن إذا عنصرين في مقابل عنصرين، عنصرين بشريين اللغة ومحمد، وعنصرين غيبيين الله سبحانه وتعالى المتكلم وقناة الاتصال، نحن لا ندري شيئا عن اللغة التي حمل جبريل القرآن بها، واللغة التي تحدث جبريل إلى محمد بها. يعني كيف تحدث جبريل إلى القرآن؟ لا نعرف، لكننا نعرف القرآن الذي نطقه محمد عليه الصلاة والسلام وأبلغه لنا. هنا العنصر، هنا عنصر اللغة هو عنصر أساسي، وعنصر المتلقي أيضا عنصر أساسي. ماذا عن المتكلم؟ نحن نعلم من القرآن أن الله يرسل الرسل بلسان أقوامهم ليفهموا حتى يتبين. طيب نعود إلى 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 مفهوم آخر مترابط مع مفهوم الوحي، وهو مفهوم الرسالة. كويس. وبتحليل مفهوم الرسالة نجد أن بنية الرسالة مرسل، متلقي، أيضا قناة، لغة. كويس. والقرآن رسالة، والإسلام رسالة، ومحمد اسمه الرسول. كويس. فإذا حللنا مفهوم الرسالة سيتطابق في من حيث عناصره المكونة مع مفهوم الوحي. لكن أي نوع من الرسالة؟ يعني نعود مرة أخرى أن هناك الرسالة التي تعبر عن ما يحس به المتكلم، الرسالة التي تحمل مضمون يهتم بالمتلقي. يعني إذا ركزت الرسالة على المتلقي فهي رسالة تعليمية أو إعلامية، إذا ركزت على المتكلم فهي رسالة أدبية فنية. كيف 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 نوظف الرسالة؟ الرسالة هنا هي للمخاطب أساسا. كويس. وبالتالي يصبح المخاطب بكل سياقه التاريخي هو عنصر أساسي مكون في الرسالة. وكما نعلم من 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 من, من علم من علم النصوص أن أي ناصب يتضمن ما يسمى القارئ الضمني. كويس. القارئ الضمني هنا وهو عند المتكلم. كويس. هذا القارئ الضمني يتدخل في شروط بنية الرسالة ذاتها. إذا يعني بعيد عن هذه التعقيدات الفلسفية والكلامية، أن الله سبحانه وتعالى تكلم إلى الإنسان بلغة الإنسان وبشروط فهم الإنسان وبشروط ثقافة الإنسان. وليس معنى ذلك أن الرسالة تتضمن أنها تحمل نفس الرسالة الثقافية، وإنما هي تسعى إلى تغيير مفاهيم الإنسان، ولكن من خلال البدء بالمفاهيم التي التي يطلب. فهي رسالة بتحمل العنصر اللغوي في مستواه التداولي، ولكنها بتتضمن عناصر إشارية تحيل إلى معنى أرقى من المعنى التداولي في الثقافة. ومن هنا كان كلام أن القرآن منتج ثقافي، لكن فهمت منتج ثقافي بدون هذا الشرح اللي هو مكتوب. يعني هذا الشرح لم أبتدعه الآن، وإنما هو مكتوب بكامله في كتاب مفهوم النص. ولكن لما تشاع عبارة منتج ثقافي بطريقة كيدية وبطريقة قصدية لإيهام الناس بأن هذا الكلام هو كلام لا يتوافق مع الدين، تحدث هذه البلبلة. منتج ثقافي ومنتج للثقافة، يعني هذا هو البعد الآخر. يعني إذن شروط الثقافة في القرن السابع الهجري هي التي تحدد لنا سياق الفهم، ومن خلال هذا الفهم يتحدد لنا أيضا تجاوز الشروط. كيف تجاوز القرآن شروط الوضع الثقافي؟ ومن خلال هذا التجاوز أصبح منتجا لثقافة، أصبحنا نتحدث عن الثقافة الإسلامية وعن ثقافة ما قبل الإسلام. طيب، وهذا الكلام الحقيقة يحيل إلى التقسيم الكلاسيكي في النظرية اللسانية الحديثة عند دوسيسير ما بين اللغة وما بين الكلام.
اللغة ظاهرة جمعية اجتماعية وهي ظاهرة مجردة. نعم. الآن الحديث الذي يجري بيننا هو نتاج اللغة وليس اللغة، ما نقرأه، نعم، ما نكتبه، ما ننطقه، ما نتعرض له، أحد تجليات النظام اللغوي. نعم، تجليات النظام اللغوي. في حين أن النظام اللغوي عام، وصحيح أنه يحمل تضمينات ثقافية مسبقة، جزء من الذاكرة الجمعية ومن الوعي الجمعي، من النظام التفسيري ونظم المعاني السائدة في المجتمع، إلا أن الكلام له طابع الفرادة وطابع الجدة والابتكار والإبداع. صحيح. فكوننا نتحدث جميعا باللغة العربية لا يعني أن يتكافأ الناس فيما ينطقون به، فيتفاضل الأدباء فيما بينهم والعلماء عن غيرهم إلى آخره. معنى ذلك أن القول بأن القرآن الكريم نزل باللغة العربية واللغة العربية تحمل تضمينات ثقافية مسبقة لا يمنع أو لا يلغي القول بأن أنه يرتفع بهذا إلى مستويات دلالية أخرى جديدة بالعكس. ومفارقة بالعكس. نعم. بس لابد انت عشان يعني دعنا نضع المساله في 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 مصطلحات مفهومه اكثر بالنسبه، نعم، للمشاهدين. نعم. القران معجز، كويس، يعني معنى كده انه بيتضمن عناصر في تعبيراته اللغويه تتجاوز افق اللغه العاديه. نعم، كويس. هذا الاعجاز هو ما يسمى او ما يسميه دوسوسير، انه كل متكلم وان كان يستخدم الكود، نعم، العام، نعم، لكن بيعمل انكودينج، نعم، يعني individual encoding أو encoding خاص داخل نظام الكود. ومن هنا نتحدث عن الأسلوب. نعم، بالضبط. أن أسلوب فلان غير أسلوب فلان. بالضبط. وهذا هو الذي هو البعد الفردي. نعم. فيما يسميه الدوسوسير، أو فيما يسميه الدوسوسير الكلام كمقابل. نعم. للغة. القرآن كخطاب. نعم. بيتضمن العنصر العام، كويس، وهذا العنصر العام هو العنصر الأساسي في أن يكون رسالة. نعم. يعني لو غاب هذا العنصر غاب الاتصال. نعم. كويس. لكن بيتضمن داخل هذه البنية بنية متفردة، لكنها لا تعمل إلا من خلال هذه البنية. نعم. أيضا يعني كما يعني إيه، كما أن الشاعر حين يستخدم الاستعارة ويستخدم الكناية ويستخدم. نعم. المجاز، إنما يستخدمها من داخل بنية لغة معروفة للمتلقي، ولكن يستخدمها خارج هذه. نعم. البنية انقطعت عملية. نعم. الاتصال المباشرة. القرآن يتضمن دوال، يتضمن إشارات دلالية تسعى إلى البدء من المفاهيم الثقافية والارتقاء بها والارتفاع بها من أجل تغييرها. نعم. هذا أمر. نعم. لا خلاف عليه، وده محور قضية الإعجاز إذا. نعم. تحدثنا عن قضية الإعجاز من منظور لغوي معاصر، ما في شك. نعم. دوال. نعم. نعم. طيب يبقى أيضا هنا سؤال، أنت يعني أشرت في كتاباتك أنه لا يجوز إطلاقا أن نغفل دور المرسل أو المرسل إليه أو المتلقي أو المستقبل للرسالة، ومن ثم لا يجوز إغفال السياق الذي تدور فيه أي رسالة وأي نص وأي خطاب. وتقول أن الكثير من المفكرين في الخطاب الديني أو في الفكر الديني بصورة عامة يعني ركز على المرسل على المصدر لي في الواقع، وأخفى أهمية أيضا النظر في الرسالة نفسها بما هي متعينة ومتحققة في زمان ومكان والمبلغين والمرسلين. ولكن هل أيضا نستطيع أن نتجاوز الحديث عن المرسل في النظر إلى مجمل الرسالة؟ أليست الرسالة إحالة متبادلة ما بين المرسل وبين المرسل؟ يعني خلينا أضرب. نعم. مثل حتى يفهمنا. نعم. المشاهد. نعم. يعني العبارة نفسها قد يقولها مرسلان في موقفين مختلفين فتتغير الدلالة. إزيك راجل، هذه جملة تفهم على نحو معين، لو قالها زميل لزميله من أساتذة الجامعة لكان لها معنى معين، ولكن. نعم. أن يقولها الطالب في السنة الأولى لرئيس الجامعة إزيك راجل، تغيرت دلالة الرسالة. نعم. على الرغم من أن الرسالة في ذاتها من حيث هي الصيغة ما تزال كما هي، ولكن النظر في المرسل وعلاقته بالمرسل إليه غيرت من الدلالة. نعم. فهل يمكن بأي صورة من صور أن نحيد النظر في المرسل فينا ننظر في الرسالة، أم يجب أن نأخذ بعناصرها كاملة؟ لا تحييد، يعني خلينا نتكلم هنا عن المرسل في حالة القرآن من، ومن أين أستمد معلوماتي عن المرسل؟ المرسل في حياة القرآن الله سبحانه وتعالى. نعم. معلوماتي عن المرسل كلها من خلال الرسالة وليس من خارجها. نعم. يعني وده من هنا لا يصح أن أقيس. نعم. على المرسل في الخطاب العادي، لأن. صحيح. المرسل في الخطاب العادي أنا عارف ده رئيس جامعة وهذا طالب، ولا يصح أن الطالب يقول له يا راجل كويس. أنا معلوماتي عن المرسل إنما تتم من داخل الرسالة نفسها، وده فرق كبير جدا. نعم. إلا إذا دخلت في الافتراضات الفلسفية واللاهوتية
وهذه واحنا نعلم ان هناك كم هائل من الافتراضات. نعم. واحنا بنقول لأ، ان انا اعلم عن المتكلم في القرآن من خلال القرآن ذاته وليس من خارج الرسالة. صحيح. يبقى تحليل الرسالة هو جوهري. نعم. ليس فقط لمعرفة المخاطب. نعم. وانما لمعرفة المتكلم. نعم. البعد الاهم في هذه المسألة كلها انه طبيعة الرسالة هنا وطبيعة الرسالة الدينية. نعم. هي تركز اكثر على المتلقي. نعم. كويس. بما هي رسالة هدفها المتلقي وليس التعبير عن المتكلم. كويس. يعني سنجد ان هناك طبعا كثير من النصوص تتحدث عن الله، عن التوحيد، عن، لكن هذه نصوص تعريفية، لكنها نصوص لا تصف لنا المتكلم وصفا بحيث تحيط معرفتنا به. هذا امر. الامر الاخر ان المثال اللي انت اديته بالضبط بيسترجعنا مش بس للمرسل والمتلقي، للسياق. نعم. كويس. لان السياق هنا هو المحدد للدلاله. نعم. وليس اذا اخذنا الجمله مجرده من السياق. نعم. ذاك يا راجل. نعم. هي لا تعني اي شيء. نعم. على الاطلاق. صحيح. يعني هي خارج اطار ما يسمى. نعم. الدلاله. نعم. انما حينئذ تكتسب دلاله من خلال المرسل المتلقي. نعم. من خلال الانتونيشن. نعم. لانه ازيك. نعم. يا راجل. نعم. هذه سخريه. نعم. كويس. يعني اذا ان في عناصر اخرى في الخطاب. نعم. ليس فقط المرسل المتلقي. نعم. وانما طبيعه الرساله، مكونات الرساله، بنيه. نعم. الرساله. نعم. التقديم والتاخير في الرساله. نعم. وانت لو شفت كل المسرح الكوميدي. نعم. بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على استبدال كلمات وتقديم كلمات. نعم. مكان كلمات. نعم. فتحدث المفارقه. صحيح. وانه الجمله نفس معطيات الجمله الواحده، اذا قيل انا كتبت الكتاب غير هذا الكتاب، انا كتبته. نعم. غير انا الذي كتبت الكتاب. نعم. الى اخره. كل. نعم. هنا فيها عناصر اسلوبيه للمعنى الثانوي الذي ويسمى وحده المعنى الاصلي كما يقول عبد القاهر. نعم. وداخل هذا المعنى الاصلي هناك ظلال للمعاني. صحيح. تحدثها التقديم والتاخير. صحيح. ويحدثها. واحيانا المعنى الثانوي قد يكون اكثر اهميه مما نسميه بالمعنى المركزي او المعنى الثانوي. ويتحول المعنى الثانوي احيانا. نعم. الى يصبح المعنى المركزي. هو كل ذا القدماء نبهوا إليه، ونبهوا إليه من خلال الإفادة من مناهج البحث اللغوي والبلاغي كما. نعم. تقدمت في عصرهم. نعم. عبد القاهر الجرجاني أفاد إفادة قصوى من كتاب الشعر وكتاب الخطابة لأرسطو. نعم. هو لم ينكر الكثيرون بأن قراءة القرآن وتأويل القرآن وفهم القرآن يتجدد، ويعني بالعكس هم يعني في سياق الحديث عن إعجاز القرآن القول يرد القول بأنه مع تطور الأدوات المعرفية عند الإنسان يعني يكتشف في القرآن دلالات جديدة، فهو لا يخلق على طول الرد ولا. طيب ما بالك بأن ما وصل إليه البحث اللغوي ومن تطورات ليس فقط في اللسانيات وإنما تجاوز اللسانيات إلى علم العلامات. نعم. كويس. وإنه جعلنا نكتشف إنه القرآن وإن كان نص لغوي في الأساس ولا بد من تطبيق منهج الدراسات التحليل اللغوي، الا اننا اكتشفنا من خلال معرفتنا المعاصره بان القران يحول الدلالات اللغويه الى دلالات سيميولوجيه. نعم. يعني انظر الى كلمه السماء في القران والى كلمه الارض. انها لا تشير الى كوكب بالضروره، وانما تشير الى مطلق العلو. نعم. ومطلق السفول. انظر. نعم. الى القمر والى الكواكب والى النجوم. نعم. انها علامات كلها داله على الوجود الالهي. نعم. فتحويل علامات اللغه من جزئيات علامات في بنية اللغة إلى تحويلها في نسق سيميولوجي عام، وده طبعا يحتاج تحليل القرآن من هذه الزاوية إلى 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 دراسات ودراسات، يعني يكاد يكون الإنسان مس في هذا الجانب السطح في بعض الدراسات التي نشرتها. إذن اللي أنا عايز أقوله إن تخوف البعض من المناهج الحديثة اللي أحيانا من أجل تشويهها يقولوا غربية. نعم. بالك في تحليل النص القرآني وفهم النص القرآني ليس إلا تواصلا مع تراث. نعم. الـ 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 الإنجاز اللي أضافه عبد القاهر. نعم. اللي بعض العلماء المعاصرين بيقولوا أن عبد القاهر سبق دوسوسير في بعض. نعم. في بعض القضايا. أنا مضطر الحقيقة للتوقف هنا من أجل فاصل قصير لنستأنف الحوار مباشرة بعده. أعزائي المشاهدين، نستأنف الحوار بعد هذا الفاصل القصير مع الدكتور نصر حامد أبو زيد.
أعزائنا المشاهدين، أرحب بكم مجددا في حوار الفكر المستأنف في هذه الحلقة مع الدكتور نصر حامد أبو زيد. دكتور نصر، امتدادا للكلام الذي كنا فيه والكلام عن أن القرآن الكريم النص القرآني نزل في سياق تاريخي معين وباللغة العربية بكل ما تحمله اللغة العربية في تلك اللحظة من محمولات وتضمينات ثقافية، أي من نظم معاني معروفة لدى العرب، وبهذا المعنى أنت يعني وصفته بأنه منتج ثقافي بهذا المعنى دون أن يعني تنكر أصله الإلهي. ولكن في الواقع الحديث عن التضمينات الثقافية التي تحملها اللغة التي نزل بها القرآن الكريم في لحظة تاريخية معينة، هي نزلت هي لحظة تنزيل القرآن الكريم، يفضي إلى السؤال التالي: الثقافة متغيرة، يعني لا تثبت على حال واحد على حال واحدة ساكنة، بل هي في حالة تغير مستمر، كما أن اللغة أي الشفرة التي نزل بها القرآن الكريم أيضا تتطور تاريخيا مع الزمن، على الأقل من حيث دلالات الألفاظ، من حيث المعجم وتوسع المعجم، تضمر حقول دلالية معينة وتتسع حقول دلالية أخرى، الأدوات المعرفية التي تتمثل باللغة تتغير. طيب، هنا يطرح السؤال إذن يعني كيف يقرأ المتلقي أو المبلغ بالقرآن الكريم القرآن الكريم في فترة تالية متأخرة كالفترة التي نعيش بها، كيف يقرأ النص القرآني مقارنة مع من قرأه في البداية باللغة التي نزل بها؟ هذا على المستوى الزمني، هل تتغير إذن القراءات مع تغير الزمان في داخل اللغة الواحدة؟ من ناحية أخرى على المستوى الأفقي، القرآن الكريم اللي يفترض كما نفهم نحن الذين نؤمن بالقرآن الكريم أنه وجه للناس كافة، والناس كافة لا تقرأ باللغة العربية، ومن ثم فإن ما تحمله اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم، أي نزلت بها الرسالة القرآنية، ليست لغة كل المسلمين، ومن ثم محمولاتها الثقافية ونظام التصورات والمعاني الذي تشتمل عليه ليس بالضرورة جزءا من المنظومات الثقافية للشعوب غير الناطقة باللغة العربية، والتي هي مبلغة بالقرآن كما أن العرب مبلغون به. فماذا تقول فيها؟ يعني دعني يعني أحلل هذا السؤال على درجة عالية من الأهمية، ويتضمن قضايا على درجة عالية من التعقيد. يعني هو ليس سؤالا واحدا، وإنما هي قضايا متشابكة. دعني أبدأ بقضية أبسط، وهي النص البشري، النص الإبداعي البشري. الذي أنتج في سياق تاريخي نعرف مؤلفه ونعرف تاريخ مؤلفه، كأن نقول شعر أبو العلاء المعري مثلا، أو إذا أخذنا مثلا من الشعر الغربي نقول شعر شكسبير، ويليام شكسبير، مسرحيات ويليام شكسبير. ماذا تعني؟ ماذا كانت تعنيه المسرحية أو قصيدة المعري أو قصيدة أتعبط شرا في سياقها وفي عصرها، وماذا تعنيه لي الآن؟ لأنه من المعروف أنني ما زلت كقارئ معاصر أستمتع بشعر أبو العلاء المعري، بشعر أتعبط شرا، بالشعر القديم، لكن المعنى والدلالة الباعثة والمحققة للمتعة مختلفة عن المعنى والدلالة التي كانت محققة للمتعة بالنسبة للقارئ المعاصر لشكسبير أو لأبو العلاء المعري. ده بيرتد إلى طبيعة اللغة، لأن طبيعة اللغة وإن كانت تاريخية وإن كانت ثقافية، لكن بنية اللغة تتجاوز الخاص إلى العام بطبيعتها. ده على مستوى اللغة بشكل عام، وعلى مستوى النصوص الإبداعية بشكل خاص. إذا نقلنا هذا الكلام عن القرآن، فنحن نتحدث عن نص على درجة عالية من التفوق من حيث تركيبته اللغوية، من حيث صياغته إلى آخره. من هنا بنقول رغم أن اللغة والشفرة حاملة لبعدها التاريخي والثقافي، لكنها قادرة على تجاوز هذا البعد التاريخي والثقافي والإشعاع فيما وراءه، ولكن عبر المتلقي، يعني عبر عمليات الفهم والتفسير والتأويل. وهذا يؤكد فاعلية القارئ، فاعلية المتلقي. بالضبط، هذه هي القضية الجوهرية، وهذا يؤكد أن دور المتلقي ليس فقط في 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 في, في بناء النص، وإنما بعد ذلك في إعادة إنتاج معاني النص عبر العصور وعبر الأزمان. حنجد مثلا أن في تاريخ التفسير تم التعامل بدرجة كبيرة في 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 عصر الصحابة وعصر التلقي الأول مع المعنى الحرفي
بشكل مباشر. نعم. باستثناء الدلالات اللي كانت مجازية في ذلك العصر. نعم. يعني من المؤكد ان الجيل الاول لم يفهم التجارة والميزان بالمعنى الحرفي. نعم. يعني تجارة تنجيكم من عذاب أليم لم يفهمونها بالمعنى الحرفي. نعم. وانما فهموا انها هنا كناية او مجاز. نعم. لكن هناك إذا أخذنا مثلا تفسير ابن عباس للرعد بأنه ملك يسوق السحابة بصوت، ده تعبير عن أفق المعرفة في ذلك العصر. نعم. وأنه تشخيص الظواهر الطبيعية كان أمر طبيعي. لما بتتطور المعرفة بيتم تجاوز التشخيص والمعرفة الحرفية إلى الدلالة المجازية. نعم. كويس. بل يتم تجاوز ذلك إلى ما يسمى المستوى الرمزي أيضا. نعم. إذن شفرة النص، منطوق النص. نعم. ثابت. الدال ثابت، لكن الدال ثابت، لكن معنى النص يتطور. نعم. نعم. وفق تطور المعرفة. نعم. ووفق منظور. نعم. الاجتماعي والثقافي. نعم. للمفسر، ومن هنا تنوعت في أفق التفسير في اللحظة الزمنية، في اللحظة الواحدة. الواحدة بل في البلد الواحد. نعم. يعني. نعم. يعني تجد التفسير الذي يركز على الفقه. نعم. التفسير الذي يركز على اللغة والبلاغة. التفسير الذي يركز على القصص. نعم. يعني كله تفسير، ولكن هناك بؤرة معينة. نعم. أو يعني هي محور اهتمام المفسر. نعم. هذا إذا استثنينا الطبري باعتباره تفسير شامل يتضمن في داخله كل التفسير. نعم. السابقة عليه، عمل تجميعي إلى حد كبير. ولكن هنا يعني يثور سؤال ضروري. طيب الكلام الذي قلته الحقيقة ينسجم مع القول بأن القرآن الكريم لا يخلق على طول، لا يخلق من كثرة الرد. كثرة الرد طبعا. معنى أنه يعني يتيح المستويات متطورة مختلفة من التفسيرات والتأويلات التي تنسجم مع القول بأن القرآن الكريم يخاطب الناس في كل زمان ومكان، وهذا يؤكد فاعلية القارئ للقرآن الكريم كما قلنا. نعم. وفق معطيات عصره. وهذا يعني 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 لقارئ تناول الجزئية أنه للناس كافة، وانه طيب ماذا عن غير العرب؟ نعم. ماذا يعني لهم القارئ؟ انه يعني لهم ايضا من خلال استنباطات دلالات مستوى اخر من المجاز. يعني لو نظرت الى مثلا الشروح والترجمات الهنديه للقران، يعني الترجمات الانجليزيه. نعم. ولكن ستجد في هذه الترجمات وفي هذه الشروح ستجد الهموم الثقافيه. نعم. لهذا المجتمع. نعم. وستجد انعكاس هذا المجتمع بما يتضمنه من طوائف، بما يتضمنه من صراعات. ولذلك نميل أن نقول أن هذه الترجمة ليست ترجمة للقرآن الكريم بما هو نص، إنما ترجمة لتأويله وتفسيره، تأويل واحد يعني وتأويلات أو معاني معينة. هذا يعني أنا أسميه لزوم ما لا يلزم. أها. نعم. لأنه كلمة ترجمة تتضمن بالضرورة. نعم. نعم. أنك تنقل المعاني، لأن إذا قلت تنقل النص كيف ينقل النص؟ بالضبط. يعني بالضبط. الترجمة نوع من التأويل. هذا صحيح. نوع من التأويل. ولكن هنا الحقيقة يثور سؤال في غاية الأهمية. ألا نخشى أنه في أحد يعني الجوانب هذا الطرح أن يؤدي ذلك إلى القول بأن النص القرآني يعني مفتوح لتأويلات وقراءات بغير شروط وبغير محددات، ومن ثم يصبح النص كما نقول في التعبير النقدي سائلا، بمعنى أنه دال بدون دوال، وأن الدوال نحن نصطنعها، وبالتالي القرآن الكريم أو أي نص هو مادة تتيح لنا الفرصة لخلق نصوص لا حصر لها على النص الأصلي. ما هي؟ وبالتالي تختفي المرجعية. نعم. مرجعية النص. نعم. تختفي نهائيا ويتم إلغاؤه. نعم. كيف نضمن أن لا يفضي ذلك إلى نوع من العبثية أو العدمية في تناول النص والتعامل معه؟ بمعنى آخر، كيف يعني نميز بين تأويل مشروع وتأويل غير مشروع؟ بالضبط. ما هي المعايير وما هي المقاييس؟ نعم. وهذا سؤال أيضا على درجة عليها من الأهمية، خاصة إذا عرفنا أن نظرية التأويل المعاصرة تدور بين قطبين، بين أن التأويل هو استعادة المعنى التاريخي، يعني كأن المفسر أو المؤول يعني يخلع زمانه وثقافته ويعود إلى عصر النص ويتعايش مع عصر النص وينتج المعنى الذي، فيصبح النص في هذه الحالة مجرد وثيقة أنثروبولوجية. هذا يعني تاريخية. يعني أنا أريد أن أطرح أن حتى في نظرية التأويل المعاصرة هناك هذين قطبان، وقطب آخر يرى أن المفسر حرية، وأن الحقيقة النص لا وجود له إلا من خلال المفسر، وأن النصوص المنتجة اللي هي النصوص التفسيرية هي نصوص على نص، وبعضهم تكلم عن موت عدم المؤلف. وجود النص وعن موت المؤلف إلى آخره. وده بيطرح على الباحث في الدراسات القرآنية
كيف يتناول هذه الإشكاليات؟ لأنه تطبيق المناهج المعاصرة لابد أن يتم أيضا بوعي نقدي. نعم. يعني وإلا تبقى إما أن تقلد القدماء أو تقلد المعاصرين. نعم. وهنا هذا تقليد وهذا تقليد. هذا صحيح. ولما بنقول الإفادة من إنجازات المناهج المعاصرة. نعم. كلمة الإفادة هنا مهمة وليست. نعم. يعني أن ننسخ هذه. نعم. حرفيا ونطبقها. نعم. هنا هذا السؤال شغلني كثيرا في بعد أن انتهيت من الدراسة الأولى والدراسة الثانية عن المجاز في القرآن عند المعتزلة، قضية المجاز في القرآن عند المعتزلة والتأويل عند محدود بن عربي، لأنه كان واضحا لي من هذه الدراسات أن هناك درجة عالية من الحرية إذا أضفنا بعض التفسيرات الشيعية المغرقة في الباطنية، إنه أصبح القرآن يعني يحمل كل معنى، وأصبح القرآن حمال أوجه بلا حدود، وهذا يخلق حالة من الفوضى. نعم. الفوضى التأويلية. من هنا كان السؤال اللي أنا طرحته في كتابي مفهوم النص عن ما هو النص. نعم. ما هو النص؟ وهنا يعني تناقش مفهوم الوحي إلى آخره، وأظن وقد تحدثنا عن. نعم. عن ذلك فيما سبق. إنما هل هناك معنى ثابت في القرآن أم هناك معنى قابل للتطور؟ وإلى أي حد يمكن أن يتطور هذا المعنى؟ هل هذا التطور تطور بلا حدود بلا ضفاف، أم أنه تطور محكوم بالمعنى الأصلي؟ نعم. وهنا أنا يعني اجتهدت في طرح مسألة التمييز بين المعنى وبين المغزى. وهذا أيضا تمييز أنا استفدت من الدراسات التأويلية. نعم. المعاصرة، لكن أعدت صياغته بما يتلائم مع دراسات القرآنية. المعنى هو بالضرورة معنى سياقي. نعم. أي أنك لا تستطيع أن تستنبط معنى نص ودلالة نص المعنى كما فهمه المعاصرون. نعم. له إلا بأن تستعيد سياقات النص. وفي القرآن يمكن أن نتحدث عنها مستويات من السياق. نعم. على مستويين كبار، السياق الخارجي والسياق البني والداخلي. وفي السياق الخارجي يمكن أن نتحدث مثلا عن سياق عام، سياق القرن السابع الهجري. نعم. سياق علاقة الجزيرة العربية بالقوى العالمية الكبرى، في ذلك الدولة الفارسية والدولة. نعم. والدولة الرومانية، ونحن نعرف أنه كان في علاقات، كان في على أطراف الجزيرة العربية دويلتين يعني مواليتين. نعم. مواليتين للدول الكبرى، وأنه كان في حرب بين العرب والفرس في موقع الذقار. نعم. يعني إلى آخره، يعني في علاقات. نعم. هذا السياق سياق سياسي، سياق ثقافي، سياق اجتماعي، سياق ديني. نعم. بأنه القريش ورحلة الشتاء والصيف ورحلة في الشام، يعني التعرف على النصرانية وعلى. نعم. يعني نمط من أنماط النصرانية الحبشة. نعم. نمط. نعم. آخر، ونعرف أن الجيل الأول من المهاجرين. نعم. يعني هاجر إلى الحبشة. نعم. وأن النبي عليه السلام قال هناك ملك لا يظلم أحد عنده. في الجنوب في اليمن اليهودية. نعم. ده مستوى كبير أو من السياق ومعقد، يطلب دراسات اجتماعية وأنثروبولوجية وتاريخ الثقافة في تاريخ. نعم. الأديان والأديان المقارنة إلى آخره، ولكن هذا مهم. نعم. جدا جدا. ننتقل من هذا المستوى العام إلى 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 من مستوى الجزيرة العربية في سياق القرن السابع إلى مكة كمركز تجاري. نعم. كمركز تجاري هام، وإلى قريش كقبيلة بتقوم بدور تجاري هام. نعم. وحتى الصراع الداخلي داخل بطون قريش إلى آخر الصراع اللي احنا عارفين أنه تطور فيما بعد. نعم. كما هو معروف في التاريخ. سياق مستوى ثالث هنا سياق سيرة النبي عليه السلام نفسه. نعم. لأنه هو المتلقي الأول. نعم. وإنه إلى حد كبير يعني يمكن أن نفهم الكرونولوجي بالقرآن بفهم حياة النبي، وفي ترابط كبير جدا جدا التسلسل الزمني. نعم. نعم. وبعدين مثلا ننتهي إلى مستوى ما يسمى أسباب النزول، وده علم. نعم. من علوم القرآن. نعم. هذه أربع مستويات للسياق تقع كلها خارج النص. إذا انتقلنا إلى داخل النص. نعم. كويس، يبقى سنقرأ النص اللي احنا بنتعامل معاه من خلال أول مستوى، مستوى الجملة. وفي مستوى الجملة لابد هنا من تطبيق منهج بيعتمد على مفهوم النظم لعبد القاهر الجرجاني. نعم. ان الجملة ليس معنى الجملة محصلة لعدد المفردات. نعم. وانما محصلة للتفاعل
بين المفردات اللغوية وبين علاقات النحو. نعم. بالإضافة إلى موقع الجملة، يعني فرق بين موقع الجملة ووظيفتها، موقع الكلمة في الجملة ووظيفتها النحوية، فرق كبير جدا جدا. صحيح. جدا ان الجملة العلاقات الجملة ممكن تبقى فاعل وتقع في نهاية الجملة. نعم. وخد بالك التقديم والتأخير وده يغير المعنى. ثم ننظر في علاقات الفصل والوصل، علاقات الجمل، كيف تركب علاقات الجمل، وده بيحدد المعنى حتى نصل الى ما يسمى مستوى الفقرة. وبعدين ده ندخل في مستوى تاني اللي هو انا اطلقت عليه مستوى السرد. ومستوى السرد بيتحدد على اساسه في اي في في اي نسق، في اي غرض، اذا استخدمنا اللغه اللغه الابسط، استراتيجيات في اي غرض. استراتيجيات الكلام في اي غرض، هل وردت هذه الايات مورد التهديد، مورد الوعد والوعيد، مورد الوصف، مورد التشريع، لانه حسب سياق السرد يمكن ان يتحدد المعنى. وبناء عليه يمكن ان يتحدد المعنى بشكل اقرب الى الموضوعيه. لان اقول طبعا لانه الخلاف اللي حصل بين المتكلمين والنزاع حول معاني بعض الايات كان كله نزاع ناتج من محاوله كل فريق ان يفرض معنى على 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 القرآن. وأنا هنا برضه أضرب مثل واحد، وهو الخلاف حول قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق علينا القول فدبرناها تدميرا. إن احنا سنجد أن أخذت هذه الآية من جانب يعني فرق مختلفة، إما بأنها تدل على الجبر، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يهلك قرية فهو يأمر المترفين يفسقوا ثم يحققوا وعده، يعني ليس هنا اختيار للإنسان. بدل ما أن يكون هلاك القرية نتيجة لإفساد المفسدين، يكون فساد المفسدين نتيجة لهدف إهلاك القرية، وهذا قلب للأمور، نتيجة يعني للجبر الإلهي. نتيجة للجبر الإلهي، وهنا تمسك بها القائلون بالجبر وقالوا أنها محكمة لا تحتاج تقول. هنا هنجد ان في خلاف كمان بين حول المحكم والمتشابه. هنجد ان المعتزله مثلا وهم لا يؤمنون بالجبر ويؤمنون بحريه الانسان الى اخره، اعتبروا ان هذه الايه ليست من المحكمات وانما من المتشابهات. كويس. وان بالتالي تحتاج الى تاويل. كيف قرؤوها؟ لا، بدل قالوا امر، ليست من الفعل الثلاثي وانما هي من الفعل الرباعي، امر، وامر بمعنى اكثر او زاد عددهم، كما يقال امر بنو فلان اي زاد عددهم. وبالتالي قالوا يعني معنى هذا انه ربنا ما بيامرش، لانهم يريدون ان ينفوا عن الله سبحانه وتعالى اراده القبيح. بقولك لو كان الله يامر بالفسق يبقى هذا اراده القبيح. فهؤلاء انها من امر يعني زاد عددهم، وإذا زاد عددهم يعني طبعا الأغنياء كلما زاد عددهم فسقوا. وبالتالي لكن نسوا المعتزلة، وبالتالي يتحقق الوعد الإلهي. لكن نسوا المعتزلة هم بيحاولوا يشدوا الآية إلى القول بالاختيار، نسيوا إن في النهاية برضو هيبقى الفعل الإلهي هو المحقق للنتيجة. يعني إنه إذا كان كثروا لأن الله أكثرهم، فيبقى فسادهم بسبب هذا الإكثار يرجع إلى الإرادة الإلهية. في النهاية يعني وهذا بعكس ما أرادوا التوسل يعني هنا هذا النزاع في تقديري ناشئ عن انه الاطرافين لم يدركوا ان السياق سياق تهديد. وفي سياق التهديد يمكن ان 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 ان, أن, أن يقول المتكلم انه قادر على ان يفعل بك الافاعيل كما تنقض لطفلك: اذا لم تكف عن البكاء سالقي بك في هذه الغرفه المظلمه حيث الفئران الى اخره، وليس هناك غرفه مظلمه وليس هناك فئران. لو وضع السياق هنا كان المعنى يبرز ولا يحدث هذا النزاع حوالين المحكم المتشابه ولا حوالين المعنى. هنا تحليل مستويات السياق الخارجي والداخلية في تقديري تبرز لنا المعنى. لكن هناك سياق آخر هو سياق القراءة، أي سياق التأويل المعاصر. كويس. سياق التأويل المعاصر بيطرح أسئلة أو 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 بيتضمن هموم وإشكاليات. ليست هي هموم وإشكاليات القارئ في العصور الأولى، لكن كما أنه يشتمل على أدوات معرفية أيضا تتجاوز الأدوات المعرفية التي كانت متاحة للأجيال السابقة. يبقى بيحاول المؤول المعاصر أن يستنبط من المعنى السياقي مغزى يراه في ضوء عصره. كويس. لكن لابد أن المغزى هنا
يكون مرتبط بالمعنى، أن ينطلق من الخصوصية التاريخية الأولى للمستقبل الأول المعنى، ويخرج بها إلى مستوى جديد يخاطب الأسئلة. أنا حضرب مثل تاني وهو مثل شائع طبعا، يعني هل تتصور أن المسلمين الأوائل كانوا يمكن أن يربطوا بين مفهوم الشورى ومعنى الديمقراطية؟ لا طبعا، الديمقراطية مغزى معاصر، الشورى معنى تاريخي قديم. الرابط بين الشورى وبين الديمقراطية هو محاولة ربط مغزى معاصر بمعنى تاريخي قديم. لكن حتى اللي بيقولوا الشورى هي الديمقراطية لا، يعني غير قادرين على أن يقولوا أن هذا مغزى لمعنى قديم، إنما يقولوا أن قصد القرآن هو الديمقراطية. طبعا هذا نوع من التبسيط الذي لا يجب الأخذ به. ويمكن القول من جهة أخرى أن الاجتهادات المختلفة في قراءة النص طالما أنها مقيدة بهذه القيود التي تحول دون التسيب، نعم هذه في الواقع يشكل كل اجتهاد منها سياقا للآخر، وتدخل في إطار التدافع الفكري الذي يعدل بعضه بعضا ويعطي فرصة للمتلقي أن يوازن بين هذا وذاك. مؤكد، لكن طبعا مؤكد إنه المغزى الذي يتطلبه مفسر له انتماء بعيني، لأن احنا برضو في داخل المجتمع وداخل الظرف التاريخي لنا انتماءات بينها قدر من التغير. نعم. يبقى لابد أن نسمح بتعدد الاجتهادات. نعم. لكي نخرج هذا التدافع. نعم. الذي يثري، لكن حينبع سؤال إذا 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 فتحنا الباب لتعدد الاجتهاد بدون ضابط، نعم، نصل إلى الفوضى. بالضبط. المحدد في رأيي، لكن المحدد للخروج من فوضى التأويل هو هذه العلاقة، اشتراط وجود هذه العلاقة بين المغزى وبين المعنى، ألا يكون المغزى وثب على المعنى. نعم. وتجاوز للمعنى وإهدار للسياق كل. فيمكن هنا أن نقول أن كل مغزى مستنبط من المعنى ومتلائم معه، نعم، يمكن أن يكون تأويل في مشروع، مشروع اجتهاد مشروع. طبعا هنا المعنى المعاني يمكن أن تصنف في مجموعات وتصنف ويستنبط من هذه المعاني المتعددة والكثيرة ما يسمى مقاصد كلية. نعم. وهذا هو الذي صنعه الفقهاء بحكم الإمكانيات التي كانت متاحة لهم. نعم. لكن إنجاز الفقهاء كان مرتبط بتركيزهم على آيات التشريع. نعم. فقط التشريعات، لأن ده كان شاغل الفقهاء آيات التشريع، أحكام الحدود، وهي آيات يعني سدس ما في القرآن. نعم. فاستنبطوا المقاصد الكلية من الحدود. وهذا يمكن ببساطة أن احنا نكتشف حفظ النفس، إن حفظ النفس هو القتل، حد القتل حد الحرابة، إنه حفظ المال هو حد السرقة، إنه حفظ العرض حد الزنا، إنه حفظ العقل الخمر إلى آخره. يعني نحن نحتاج إلى قراءة تستنبط المعنى في سياق أكثر تعقيدا، مزودين. نعم. بقدرتنا التحليلية. نعم. المنتزعة من سياق معرفتنا المعاصرة وتصنيف هذه المعاني، وربما نصل إلى اقتراح مقاصد كلية. نعم. تلتقي كثيرا أو تختلف كثيرا. نعم. عن المقاصد الكلية. وهذا الربط ما بين المغزى الذي يمكن أن يخرج به قارئ معاصر، وأنا أعني القراءة بمعناها. نعم. الإبداعي بالمعنى. نعم، بالمعنى في الأصلي في سياقه التاريخي الموجه إلى المرسل إليه أو المستقبل الأول. في الواقع يخرجنا من مشكلتين، مشكلة أن نقيد المعنى القرآني فقط بسياق تاريخي محدد ونقول هذا هو المعنى ولا معنى سوى، وذو الحروفيين في نفس الوقت يعني أيضا يقيد التسيب ولا لكن هنا يفتح الباب هنا لابد من التحذير. نعم. لابد من التحذير، لانه دائما في تاريخ تطور الفكر بيحصل لما تضع قواعد تقوم القواعد تتجمد وتسبب. نعم. الجمود. نعم. يجب ان نقول ايضا ان هذه القواعد هي طبقا لمستوى معرفتنا في العصر. نعم. كما ان قواعد القدماء هي طبقا لمستوى معرفتهم من العصر، واننا على الاقل نبقى منفتحين الى ان هذه القواعد يمكن ان تتطور. نعم. بتطور المعرفه، واسمح هذا للاجيال التاليه. نعم. انها ما تبقاش سجينه للقواعد التي سنضعها، والا في كل عصر حنضع ما يشبه القواعد الكنسيه. ومن جديد هذا ينسجم مع القول بان القران لا يخلق على طول الرد، هو هو يؤسسها تاسيسا معرفيا. نعم. احنا يعني ايضا نتوقف هنا من اجل فاصل قصير لنستأنف الحوار بعد ذلك مع الدكتور نصر حامد ابو زيد. اظن احنا غطيناها جود. يعني
أعزائنا المشاهدين، أرحب بكم مجددا في حوار الفكر الذي نستأنفه مع الدكتور نصر حامد أبو زيد. الدكتور نصر، ننطلق الآن إلى موضوع آخر، وإن كان في الموضوعات متصلة في مشروعك الفكري، وهو موضوع التمييز الذي تلح عليه ما بين الدين، وتعني به في هذه الحالة النص الديني، وما بين الخطاب الديني. وأنت تقدم نقدا شديدا يمكن أن يصل يعني أن يوصف بأنه الهجوم على الخطاب الديني بصورة عامة. السؤال الأول الذي يخطر، وتستشهد بقول علي بن أبي طالب في القرآن الكريم، إنما هو خط مسطور بين دفتين لا ينطق إنما يتكلم به الرجال. فإذا التدافع وأحيانا الصراع ما بين التفسيرات والتأويلات المختلفة، ويعني يعبر عن فاعلية بشرية. الخطاب الديني أو الفكر الديني كما تسميه هو فاعلية بشرية، بينما النص مسألة مختلفة، وبالتالي لا نلقي قداسة النص على الفكر نفسه. حتى الآن هناك الكثير من سيتفقون معك، يعني لم يكن الجميع يعني، ولكن يثور هنا مجموعة من الأسئلة. الأولى منها، يبدو أحيانا في كلامك أنك تريد أن تنفي الخطاب الديني بإجمال، لأنك تصفه بأنه محمل ومشبع بالأيديولوجيا وبالنفعية، يعبر عن المصالح ذاتية أو مصالح سياسية مختلفة، فكانك تريد أن تنفي، لا فقط أن تضع يعني أن لا تعطيه القداسة وأن تضع موضع النقد وأن يضاف إليه خطابات جديدة أيضا دينية. فيبدو كأنك تريد أن تنسفه، لا تريد أن يكون هناك خطاب ديني. هل يمكن أن يكون هناك نص ديني كالنص القرآني بالنسبة للمؤمنين هو من عند الله سبحانه وتعالى دون أن تقوم عليه فاعلية بشرية تؤدي إلى خطابات دينية؟ هل يمكن أن يكون هناك دين بدون فاعلية بشرية فكرية؟ لا يعني لا أدري، يعني أختلف معك في استنباطك، لأنه أنا أريد نفي الخطاب وبالتالي إلغاء الخطاب والفكر البشري، يعني ده يبقى هدف عدمي. كويس. إنما نريد ترشيد الخطاب الديني، نريد الخطاب الديني أن يضع ميزان المعرفي فوق ميزان الإيديولوجي. كويس. نحن نتحدث عن الخطاب الديني المعاصر، وأنا أتحدث عن الخطاب الديني المعاصر تحديدا في مصر، ولا يعني تكاد تكون الأمثلة كلها معطاة من مصر، وبالتحديد الخطاب الديني الإعلامي وليس الخطاب الديني في مجمله. كويس. يعني في أكثر من تحديد، الخطاب الديني المعاصر، الخطاب الديني المعاصر في مصر، الخطاب الديني الإعلامي وهو الأكثر تأثيرا، والنماذج التي أعطيتها الخطاب الديني هي نماذج من منشور في الصحف، مقال في مقول في التلفزيون، الكتب التي هي إلى حد كبير أكثر انضباطا وأكثر تعاملا مع المعرفة من الخطاب الإعلامي التوجيهي. هذا أمر يمكن أن تكون محور خلاف وأن تكون محور تصنيفات لاتجاهات مختلفة، هذا صحيح، لكن أنا كنت بإزاء تحليل خطاب إعلامي مهيمن ومسيطر يسعى إلى حشد سياسي. كويس. ويستخدم أدوات وآليات ليس فقط في الحشد السياسي وإنما في تغيير الواقع الاقتصادي. والمثل الذي ضربته هو مثل شركات توظيف الأموال وعلاقة الربا، وهنا الحشد اللي كان وراء هذه الشركات هو حشد من الخطاب الديني الرسمي، الخطاب الديني السياسي المعارض، الخطاب السياسي. ثلاث مستويات وقفت وراء هذه الظاهرة، اللي هي الظاهرة التي نعرف الآن معناها ونعرف الغرض من ورائها ونعرف القصد من ورائها، وهو قصد إلى حد كبير استخدم الدين لتحقيق أغراض وغايات مختلفة. فكلامي لا ينصب على مجمل الخطاب الديني ولا على مجمل الفكر الإنساني المرتبط بالخطاب، لأن أنا انشغلت بتحليل خطاب المعتزلة. وبتحليل خطاب المتصوفة وبتحليل خطاب الإمام الشافعي من منظور نقدي تحليلي تاريخي. إنما لا ينفي أهمية الخطابات أن تتدافع معها. كويس. من أجل ترشيد هذه الخطابات. هنا وقفت عند مستوى معين الذي يمكن أن يكون هو المسؤول عن تصور البعض إن فيه وضع الخطاب الديني كله في سلة واحدة. لا، أنا كنت أحلل الخطاب
وفرقت بين الخطاب على مستوى المنطلقات الأساسية وعلى مستوى التجليات التعبيرية الأخرى. المنطلقات الأساسية في الخطاب الذي حللته منطلقات واحدة، وهو منطلق يرتبط بالخمس مبادئ الآليات التي حددتها والمنطلقات التي حددتها. أخطر ما في هذه المنطلقات كويس، وهذا كان أمر محل جدل في الصحف في مصر، لا اجتهاد فيما فيه نص، وهي مغالطة منطقية ومعرفية، لأن كلمة نص هذا مبدأ صحيح في الفقه، لكن كلمة نص عند الفقهاء تتضمن المستوى النادر في القرآن، أحد المستويات من ست مستويات، وهو المستوى النادر حتى يقالوا والنصوص عزيزة. لكن اللي بيعلنوا مبدأ الاجتهاد مع النص بيقصدوا بنص القرآن كله، فبيعتبروا أنه لا اجتهاد في كل ما ورد في القرآن، وهذا خطير يجب التصدي له، لأن فيه مغالطة مفهومية في استخدام مبدأ قديم بتحميله دلالات معاصرة وعمل نوع من المخادعة الدلالية. كويس، انه في الواقع زي احنا اتكلمنا الاجتهاد انما يكون في النص. وقد وقع تاريخيا طبعا. فحين يعلن في الفكر الخطاب الديني المعاصر لا اجتهاد مع النص، معنى كده انه بيقفل النص القرآني، لانه بيقول النص برضه يعني يستخدم كلمة ولكن النص. هذا المعنى ليس عاما في الخطابات الإسلامية المعاصرة. لماذا نتحدث عن خطابات بدل ما نتحدث عن خطاب واحد؟ لماذا نحملها جميعا هذه المنطلقات؟ يعني هناك الكثير. لما انا قلت ان في تحديد يعني تحديد في داخل الكتاب لما هو المقصود بالخطاب الديني، وتحديد بينتقل من مستوى الى مستوى. ولكن الحقيقه يعني لاكون صريحا معك، انا ايضا عندما كنت اقرا يعني شعرت انك يعني تضع الخطاب الديني في سله واحده وتحمله بالايديولوجيا، يعني تتهمه بانه مشبع بالايديولوجيا، ومثالي ومن ثم طغيان الايديولوجيا، لانه كل خطاب مشبع بالايديولوجيا. هذا هو السؤال اللي كنت اريد ان اسالك اياه. طبعا انك تطرح انت الان تقول وبوضوح تام في احد المواضع ان التحليل اللساني الاسلوبي هو السبيل الوحيد او المنهج الوحيد المناسب لقراءه النص القراني، لتاويل النص القراني، لتحليل النص القراني. فبدا وكانك تنفي اي قراءات اخرى وتجعلها في الواقع يعني مسؤولة عن وعي مزيف، أيديولوجيا مزيفة، إنما هذه القراءة العلمية اللسانية هي الكفيلة بأن تصل بنا إلى صورة مطابقة لمراد النص نفسه، أي أنها تحمل قيمة حقية مطلقة. أليس في هذا أيضا ادعاء باحتكار الحقيقة ونفي الآخر بصراحة؟ أنت أشرت إلى كتاب النص السلطة الحقيقة. وفي مقدمة هذا الكتاب تحديدا شرح وافي لمعنى الخطاب، وأن كل خطاب محمل بإيديولوجيا. كويس، بما فيها خطاب طبعا، بما فيها خطاب طبعا طبعا، يعني في موقف، لأنه ده وراء كل خطاب موقف. لكن هناك أيضا تمييز بين خطاب واعي بموقف الإيديولوجي، كويس، فهو لا يترك هذا الموقف الإيديولوجي يعمل من وراء ظهره، فيشد خطابه من المعرفي ويسقطه في هوة الايديولوجي مباشرة. انما الوعي هنا، واللي اشارت اليه كثير من علماء التأويلية المعاصرة، اللي هو بعض فقهاءنا وعلمائنا اشاروا اليه بكلمة التقوى. التقوى بالمعنى العلمي، بالمعنى المعرفي. مش بالمعنى الشعائري. عدم اتباع الهوى. ايوه، عدم اتباع الهوى. عدم اتباع الهوى. انه وده مطلب في العلوم الانسانية. العلوم الانسانية كلها هي علوم تأويلية. بالتأكيد. يعني ما هياش علوم معملية، ما هياش علوم بتعتمد على القياس. وحتى الآن العلوم الطبيعية يعني يعني درجة التغير فيها أقل من العلوم الإنسانية. العلوم الإنسانية بامتياز علوم تأويلية، ولكن يعني علم الاجتماعي. ولكن حتى العلوم الطبيعية ليست مجردة من الحكم القيمي على مستوى على مستوى إيديولوجيا التطبيق. تمام، ده اكيد. لما انا بتكلم هنا عن العلم الخالص، يعني عن التجربه، عن نظريه التجربه العلميه. التجربه يمكن ان تصنعها في شمال العالم كما تصنعها في جنوب العالم تحت نفس الشروط المعمليه. لكن النظريه العلميه كيف تطبق؟ احنا دخلنا في الاخلاق، ودخلنا في الايديولوجيا، ودخلنا في السياسه، ودخلنا في الاقتصاد، ودخلنا في المصالح. هذا امر اكيد. اللي انا عايز اقوله انه الموضوعيه في العلوم الانسانيه ومنها علم التاويل هي موضوعيه نسبيه. بالضروره، لانه الايديولوجيا هي الماء الذي نتنفسه. احنا سمك بيتنفس الايديولوجيا. لكن الواعي الباحث واعيه بايديولوجيته، واعيه بموقفه،
بيجعله يعصمه إلى حد كبير من السقوط فيها. يعني مسألة الوعي، مسألة البحث يقول للناس شو أنا موقفي كذا. نعم. ما هو النموذج التفسيري الذي ينطلق منه. نعم نعم بالضبط. ونفاضل بين النماذج التفسير المختلفة في قدرتها على التفسير، في قدرتها على التفسير. وهنا القدرة على التفسير هي قدرة على الإمساك بكافة المتغيرات في عمليات التفسير والتأويل. نعم. دون أن يكون الأمر إعطاء الثقل لبعد واحد في هذه العملية التفسيرية. دكتور نصر، أيضا في الحديث عن الهوى من الناحية المبدئية لا أعتقد أن الكثير سيخالفونك في هذا، أو طبعاً يجب أن لا يخالفك أحد. المشكلة يعني أن نحن في المبادئ ما نختلفش. هو في التطبيق نعم يجب أن نتجرد من الهوى، مع أنه التجرد من الهوى لا يعني عدم التحيز، لأنه كما قلنا ليس هناك فكر ليس فيه تحيزات. بس فيه التحيز الأعمى بالضبط يعني، وفيه التحيز الذي يتم فيه خيانة المعرفة. هنا في مخافة أخرى، في مخافة أخرى، نحن ما نزال في الموضوع الحقيقة يحتاج إلى مزيد من النقاش، ولكن هناك مخافة أخرى أن يقال أننا نحكم بالنوايا، بمعنى أنه يعني من لم يعجبني طرحه أو كان خطابه مغيرا لخطابي أتهمه بالهوى وأتهمه بتزييف الوعي عن بينة وعن وبنفعية شخصية فردية، وبالتالي يصبح الحكم على الآخرين من خلال النوايا، وهذا إذا استخدمناه على الآخرين فمن حق الآخرين أن يستخدموه علينا، فأين نذهب من هذا؟ إذن طبعا يعني في فرق بين النوايا وخبالك، وفرق بين أنك بتحلل الخطاب وتكشف مستوياته كويس. نعم. بتحليل منهجي. نعم. وبتكشف مستوياته، ومن هذه المستويات ما يسمى مستوى المضمر أو المسكوت عنه. نعم. إنما إنك أنت بتقف عند سطحية الخطاب وتتكلم عن النوايا. نعم. هذا خيانة لقضية المعرفة. نعم. كويس. يعني وهنا لما بنتكلم عن تزييف الوعي، ما بنتكلمش عن نوايا هذا الكاتب أو ذاك، إنما بنتكلم عن نمط من الخطاب. ولذلك أنا كنت حريص قوي إني ما بتكلمش عن نقد الفكر، أنا بتكلم عن نقد الخطاب. نعم. لأن لو قلت نقد الفكر أبخش في ذك صاحب الخطاب. نعم. إنما أنا لا أدخل في ذهن صاحب الخطاب، أنا أحلل قوله. نعم. ربما يكون مضمرات القول والمسكوتات عن القول ربما تكون غير مقصودة. يعني أنا هنا غير مشغول بالقصد. وأنت عارف أنه في اللغة أحيانا كثيرا ما نقول آسف لم أكن أقصد. نعم. بمعنى إيه؟ نعم. معنى أن اللغة لها قوة كعملة تواصلية. نعم. على انها تتجاوز قصد المتكلم. نعم. واللغه كما تستخدم للابانه تستخدم احيانا للتعميه، من هذه المنطلق انا لا اتحدث عن نوايا احد اطلاقا. ربما يعني ربما في سياق السجالي اللي فرض عليا. نعم. دفاعا عن نفسي في السياق ده، انا اول واحد اصابه الرعب من خطر هذا السياق السجالي على خطابه. نعم. وانت ربما كثير مش ربما. نعم. الجميع لا يعرف ذلك. انه قعدت 3 سنوات تقريبا في سجال، يعني موقف الدفاع هو موقف سجالي. نعم. وموقف الدفاع هو موقف احتمائي. وفي موقف الاحتماء احيانا تطعن الاخر، يعني خاصة اذا كان المحتمي فرد ازاء هجوم. يعني ايه ازاء هجوم؟ انا سعيد بهذه الصراحة. انا ساقول لك امرا، لانه انا واعي جدا جدا. يعني انا لا أريد أن أبالغ وأقول أنا أكثر الناس نقدا لنفسي. إنه في وقت من الأوقات وأنا قاعد أكتب مقالة وجدت نفسي في موقف سجالي إيديولوجي، فمزقت الصفحات تمزيقا كاملا. لا يعرف هذا إلا زوجتي، وأصابها الذعر إن مقالة كانت اكتملت، بحث كامل كان اكتمل. وقلت لها أنا دخلت في سياق سجالي، دخلت فيه من أجل الدفاع عن نفسي. يعني أنا لا أرضى لنفسي أن أدخل هذا، لأنه أنا أسعى إلى تعميق معرفة وتعميق وعي. نعم. بالدين وبالتراث. نعم. وبنصوصنا القرآنية. ومن هنا في 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 السنة الأخيرة كففت تماما عن الرد على الهجوم. نعم. لأنه كان موقف سجالي. فربما في هذه الفترة، وربما تجد بعض هذه المقالات منشورة في التفكير في زمن التكفير بالضبط، انه طبعا ان الدخول في موقف سجالي. نعم. وهذا هو الخطر هنا ايه؟ ان الاتهام يضر بالخطابات جميعا. نعم هذا صحيح كويس يعني. وده 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 لكن في نقد الخطاب الديني، وهو لم يكن في موقف سجالي كتاب نقد الخطاب الديني، هذا الكتاب كتب كله انا في اليابان.
يعني أنا بعيد عن السجال وبعيد حتى عن الأسماء، لم أعرف من تعامل مع شركة كذا، إنما أنا أتابع قضايا الوطن وأتابع الخطاب الديني وأتابع مسألة الربا والبنوك والحرام والحلال، وأدرك أن كل هذه الفتاوى كان القصد منها إعطاء مشروعية لهذه الشركات اللي سرقت أموال المسلمين، وحتى الآن لم يستعد المودعون المصريين أموالهم حتى الآن. هذا مر على هذا 20 سنة. نعم. يعني إذن تحليل الخطاب الديني هنا، طبعا هنا أنا بقول لك بشكل واضح، ولا أظن كثير من المفكرين يقول لك إن خطابي هنا مرتبط بلحظة تاريخية. نعم. يعني نعم. يعني ما هوش خطاب مطلق ومش حقيقة مطلقة. نعم. وإنما هو مرتبط بلحظة تاريخية. نعم. مرتبط بإشكاليات عينية. نعم. وإنه في النهاية هذا الخطاب هو خطاب. نعم. هو مفيش شك. خطاب على خطاب. طبعا ينشأ عليه الفرق، خطاب الفرق بيني وبين يعني وبعض الآخرين إني بقول أن الخطابات نسبية، وأن نعم. الخطابات محملة بالإيديولوجيا، وأن من ضمنها خطابي، ولكن نعم. الفرق أنني واعي بالإيديولوجيا التي تحركني. والله أنت يعني أجبت عن مجموعة أسئلة الحقيقة يعني كان أثار هذا الموضوع، يعني بالذات حديثك عن التحليل العلمي اللساني، فبدأ في بعض السياقات على الأقل أنك تعطي قيمة حقية مطلقة للتحليل اللساني. لو 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 يعني أول مرة تكلمت عن المنهج العلمي في مقدمة كتاب مفهوم النص، وكلمت عن الخطاب العلمي كويس والخطاب الديني، ده التمهيد. نعم. وشرحت أن العلم هنا مش معناها الوصول إلى حقائق مطلقة. كويس. ومن لا يعرفونني يعرفوا أن تلامذتي المتفوقين أشد الطلبة خلافا معي. ليه؟ لأنه أنا أؤمن بأن إذا أعدت إنتاج نفسي من خلال تلامذتي فأنا أفشل أستاذ في العالم. كويس. إنما إذا أنتجت الطالب اللي يتجاوزني أبقى فعلا بقيت أستاذ. كويس. لأن القدرة على أن أخلق ما يتجاوزني. نعم. إيماني بما يسمى مستقبل المعرفة. دي. نعم. دي قضية أولى. القضية. نعم. الثانية الخلافية طبعا، وأظن إن إنها أكيد جزء من أن أنا راجل أؤمن بديمقراطية المعرفة. نعم. يعني أنه الكلام عن أن بعض القضايا لا يجب أن تطرح على العامة. أنا ضد هذه المقولات. نعم. أن كلمة العامة والخاصة تعود إلى العصور الوسطى. لعل الدكتور حسن حنفي قد يعني وصلتك فيه قديمة. طبعًا. لعله من الذين اتهموا بهذا، أو يعني هم الذين يعني يقولون بهذا إنه كان يجب أن لا يخرج هذا الموضوع من الأوساط الأكاديمية. علوم التأويل بين الخاصة والعامة. والعامة. نعم. بين الخاصة. ودي منطقة خلافية. نعم. لأن الدكتور حسن حنفي متأثر بخطاب الغزالي وابن رشد. نعم. وكلاهما على تفاوتهما. نعم. خلي بالك انه غزالي وابن رشد خطابين يعني نتصور انهما. نعم. خطابين متناقضين، وانهما. نعم. خطابين متناقضان. نعم. لكن كلا الخطابين. نعم. يركز على الخاصة والعامة. نعم. ويرى ان هناك معرفة للخاصة ومعرفة للعامة. انا رجل يعني اؤمن بديمقراطية المعرفة. نعم. واؤمن اننا ان مجتمعاتنا العربية الاسلامية. نعم. لن تحقق تقدم الا بان تصبح المعرفة. نعم. متاحة للجميع. نعم. إذن نتفق لأنه لا يمكن فصل المعرفة عن بنية القوة كما يقول فوكو، أن المعرفة في الواقع أو الخطاب المعرفي هو خطاب قوة وعملية ضبط، وفي النهاية أظن تعرف القوة فين دلوقتي. أظن الآن أنت تعرف أين خطاب القوة وأين الخطاب الذي ليس وراءه سلطة ولا قوة. صحيح. هي قوتك خطاب. صحيح. ولكن في النهاية يعني إحنا يعني نتمنى أن يكون التدافع بين الخطابات المختلفة يعني يتم في سياق واستبقوا الخيرات، لا في سياق الإقصاء المتبادل، أن يقصي كل خطاب آخر ويدعي أي خطاب أنه يمتلك الحقيقة المطلقة. لو قلت لك يا سيدي أنه يعني إذا تحقق هذا يعني أموت أسعد البشر، إذا تحقق أنا أحيانا أقول نريد أن نخلق سوق حر للأفكار. خلي بالك مجتمعاتنا قبلت الاقتصاد الحر لكن ما قابلتش الفكر الحر. نعم. يعني اللي زي باسيل زي فير في الاقتصاد لكن في الفكر لا. نعم. احنا عند هذه النقطة مضطرون ايضا للتوقف لفاصل قصير، ثم نستأنف هذا الحوار الثري مع الدكتور نصر حامد ابو زيد. تمام. الحرارة ظلت موجودة، يعني أنا كنت خايف على الحرارة، حرارة الكلام يعني. لا ما هو يعني أنا لازم أشهد لك. آه
لا احنا أعزائنا المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم مجددا في حوار الفكر الذي نستأنفه في هذه الحلقة مع الدكتور نصر حامد أبو زيد. دكتور، أنت يعني تدافع عن العقلانية بالتأكيد وتحيل التخلف إلى تغييب العقلانية، وتقرن العقلانية على نحو أو آخر بالعلمانية وبالعلم، ويخشى أحيانا أن يقع الإنسان فيما نسميه أحيانا العلموية، أي إعطاء يعني إعطاء العلم الثقة الزائدة المطلقة بالعلم. وأنت تعلم أن يعني هناك الغرب بصورة عامة واتجاهات مختلفة حتى في داخل الوطن العربي كانت تستخدم مفهوم الموضوعية والعلم لقمع الصوت الآخر أو الرأي الآخر بدعوى أنني أمتلك الحقيقة المطلقة التي يعني يؤهلني العلم أو يؤهل العلم للوصول إليها، بحيث أن ما أصل إليه أنا من وصف للظاهرة مطابق لحقيقتها في الواقع الخارجي. فهل هذا يختلف، هذا الفكر الإطلاقي العلموي هل يختلف في نهاية في نهاياته عن الفكر الإطلاقي الذي يتحدث أحيانا وكأنه ينطق باسم الإسلام أو باسم الله أو يعني يحتكر الفهم الإسلام ويحتكر فهم القرآن؟ طبعا يعني على المستوى النظري لا يمكن أن أقول أو أن أزعم أن العلم يقين مطلق. يعني وأنا بستخدم العلم ليس بهذا المعنى، يعني لست علمويا بالمعنى اللي أنت طرحته للعلم، لأنه نسبية المعرفة وإدراك أن كل معرفة إنما هي قابلة لأن تعاد صياغتها ويعاد النظر فيها، والإيمان بأن المستقبل يحمل دائما بذور لتطور هذه المعرفة، لا يعني أن المعرفة التي نصل إليها ليست علم. يعني إنما يعني لأنه من المؤكد إن كوبرنيكوس كان نظرية علمية في أوانيها وفي زمانها، وما قبل كوبرنيكوس كان نظرية علمية في أوانيها وزمانها، لكن بأن نفهم العلم بأنه سيرورة تاريخية. طيب، مفهوم العقل اللي أنا بتعامل معاه، أنا يعني عندي تمييز مهم بين مفهوم العقل كمعطى جامد كويس، العقل بما هو مطلق وليس سيرورة، العقل أداة كويس، وهذه الأداة نفسها تتطور بتطور توظيفها، أي أنها أداة قابلة للتطور. يعني هي ليست أداة جامدة يمكن أن تستخدم في كل زمان وفي كل مكان وبنفس الكفاءة، وإنما العقل بداية كلما تم توظيفها كأداة كلما اكتسبت كفاءات جديدة وتطورت فهي أيضا سيرورة سيرورة تاريخية. بالإضافة إلى أن مفهوم العقل الذي يعني الذي أنطلق منه ليس مفهوم العقل بالمعنى الصوري، بالمعنى المنطقي، وإنما مفهوم العقل بمعنى الذي يتضمن الكفاءات الإنسانية المتضمنة. كل أدوات المعرفة في الإنسان هي أدوات عقلية بالمعنى ده. يعني أليس الفن معرفة؟ كويس. هنا طبعا في تمييز بين الحقيقة الفنية والحقيقة الأدبية والحقيقة المعرفية والحقيقة الفلسفية طبعا، لكن في النهاية حواس الإنسان وملكاته لا تعمل بمعزل عن بعضها البعض. كويس. يعني المخ هنا إذا اعتبرنا إن المخ هو يعني محور نشاط العقل، لا يعمل ولا يكتسب كفاءاته إلا من خلال كل القوى الإنسانية بما فيها القدرة على الحلم. كويس. يعني هنا فمفهوم العقل يدخل فيه تعاملي مع مع مع, مع العالم من منظور إدراك العالم وفي في في كليات إدراك العالم في جمالية من خلال قنوات مختلفة وليس من خلال قناة واحدة. من اهتمامي بالفن واهتمامي بالشعر. صحيح. وهو يعني حقيقة التقسيم أيضا بين يعني العقل ومكانه والدماغ أو لم يعد هذا طبعا والعاطفة ومكانه القلب، هذا في واقع مجاز يعني هي كانت تقسيمات منطقية، وكان حين يطلق العقل يقصد به المنطق والمنطق الصوري إلى آخره، لكن مفهوم العقل هنا أصبح بيتضمن كل الملكات الإنسانية، كل ما يسمى يدخل تحت ما يسمى النشاط الروحي في الإنسان الخلاق. وهنا التمييز بين
الحلم اللي بيتجسد من خلال التعبير الفني سواء في الموسيقى أو في الفنون التشكيلية أو في الأدب، ومن خلال الوهم اللي هو حالة مرضية. هل العقلانية الغربية في رأيك، العقلانية الغربية والفكر العلمي في الغرب والعلمانية معه بصورة عامة، هل هي ضمانة لتحقيق الغايات الإنسانية في العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة؟ لأنه يبدو في بعض السياقات في كتابتك أنها تربط بين هذا وذاك، وتجعل يعني الفكر والعقل والعلمانية. المشكلة أنك أنت تتحدث عن العقل وتتحدث عن العلم، أنه يميل البعض إلى أن ينسب هذا للغرب، كأن ثقافاتنا خالية من العقل وخالية من العلم. ولكن انت ايضا قلت انه كويس، يعني انا سعيد ان ثقافتنا في بعدات في 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 تعلقها الحضاري. نعم، في تعلقها الحضاري بطبيعه الحال طبعاً. ولكن اشرت في 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 بعض كتاباتك، في يعني وهذا يتصل بالموضوع الذي نتحدث به الان، الى ان الثقافه الاغريقيه هي ثقافه العقل، والثقافه العربيه هي ثقافه النص، والثقافه المصريه القديمه هي ثقافه ما بعد الموت. نعم. فبدا وكانك تتبنى هذا الخطاب الذي يستعلن في مشاريع فكرية مختلفة كالجابري، محمد أركون، أدونيس، واللي في الواقع يعني لا يبتعد عن الخطاب الاستشراقي الذي يتحدث عن عقل عربي ثابت. هذا العقل العربي الثابت، العقل الثقافي العربي الثابت، تكون في لحظة تاريخية معينة ضمن شروط تاريخية معينة، الشافعي، الغزالي إلى آخره، نحيل إليه، ثم بعد أن تشكل في تلك اللحظة التاريخية وضمن شروطها تعالى على التاريخ وأصبح هو المحدد الأساسي. هذا العقل الجوهري الثابت أصبح هو المحدد التاريخ الأساسي، أي أنه يعيد إنتاج التاريخ والمجتمع العربي والإنسان العربي على نمط ثابت معين متكرر عبر العصور المختلفة، وهذا هو جوهر الفكر الاستشراقي. وأنت ترفض أن يوصف العقل الغربي بأنه عقل جوهري ثابت، بل هناك خطابات غربية مختلفة. أعود إلى يعني إلى العبارة اللي أنت استشهدت بها، ويعني وأنت تعطيني الفرصة لأني أحطها في سياقها، لأنه أنا بقول إذا أردنا يعني تصنيف الحضارات في بعد واحد، إذا أردنا يعني ناخد بعد نقول هو ده البعد الغالب مش البعد الوحيد، إذا أردنا واخد بالك هنقول هكذا إنه الحضارة العربية الإسلامية حضارة تمحورت وتمركزت حول نص، لكن في غياب العقل كيف مارس النص فعالياته بالضبط من خلال العقل بالضبط. انما انا بقول يعني اذا 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 حب اذا حب اذا اردنا نعمل تصنيف يعني نوع من الافتراض، وليس نوع من الحصر والتهديد، انما هو نوع من الافتراض. الكلام عن النص انه النص يمارس، النص القراني ويمارس فعاليته من خلال نشاط العقل. وكل ما كان العلاقه الجدليه، كلمه الجدليه بعض الناس فاهمين انها مفهوم ماركسي، فاهمين انها مفهوم ماركسي، وكلمة جذرية قبل ماركس كويس، انه من خلال العلاقة الجذرية بين النص والعقل الانساني. العقل الانساني هنا برضو بما هو عقل تاريخي، بما هو عقل منتج، بينبثق المعنى وبتبنى الحضارة كويس. يعني اذا صح ان احنا نقول ان في مركز لكل حضارة، اذا صح، لكن قد يكون هذا غير صحيح، بالاضافة الى انه العقل الاسلامي ليس هناك عقل اسلامي واحد، هناك عقول كويس، وهناك انماط من درجات الاستدلال. نعم. وانه حتى التصنيف اللي وضعه مثلا ابن رشد بين الخطابي وبين اللي هو الجدلي وبين البرهاني، ثلاث مستويات وكلها عقل. نعم. اي كلها فعاليات عقليه. نعم. لان الخطابي في النهايه فعاليه عقليه. نعم. اذا احنا ما نقدرش نتحدث عن عقل عربي مطلق تكون في اللحظة التاريخية وأصبح مطلق في التاريخ وأصبح ثابت وأصبح ساكن. منقدرش نتكلم عن عقل غربي مطلق، لأنه نقد العقل الغربي فيما يسمى فلسفة ما بعد الحداثة هو أيضا نقد من داخل الغرب. يعني كل هذا النقد للموضوعية والنقد للإطلاقية والنقد للمطلقات هو نقد من داخل الحضارة الغربية. يعني إحنا حتى بنقد الحضارة الغربية باستخدام مصطلحات الحضارة الغربية ونقدها. لكن يمكن أن يقال هناك تمييز بين عقل وعقل، يعني في حضارتين. أنا أعتقد أنه يمكن، يعني هذا كلام على بطرحه على للنقاش. نعم. للنقاش. المفهوم العقل في عصر التنوير من خلال قراءات متعددة لخطاب، أكثر من خطاب، بدأ في هذا العصر في القرن 17 و 18 أن المقصود به العقل
العقل الغربي إزاء الهمجية غير الغربية. نعم. يعني هتلاقي إن فيه ثنائية العقل والهمجية، وإنه اللي لما يقول له إنسان يبقى الإنسان الأبيض. نعم. إزاء الهمجي غير الإنسان الأبيض. حتى الحديث عن الإنسان الطبيعي فيها والإنسان البرجوازي الأبيض الأوروبي. أنا بعتقد بعتقد يعني وأرجو أن لا يكون هذا نوع من الفخر الكاذب. إنه مفهوم العقل مثلا عند المعتزلة مثلا مفهوم اللي هو تشخص في حي بن يقظان اللي هي الليجوريا العقل الليجوريا العقل الخالص. نعم. إذا 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 خد مفهوم العقل عند المعتزلة وشفنا حي بن يقظان هذا عقل قادر على الوصول إلى معانقة المطلق بصرف النظر عن الزمان. نعم. وعن المكان وعن اللغة. نعم. وعن الثقافة. نعم. بل وعن الجنس. نعم. يعني هل حي بن يقظان أنثى أم ذكر مثلا؟ يعني إذا طرحت السؤال ده. نعم. وأنت بتحلل النص وخدت بقى أقوال المعتزلة ما إن العقل أعدل الأشياء قسمة بين الناس. كويس. نعم. إن العقل قادر على الوصول إلى معرفة المطلق حتى وإن لم يكن هناك. نعم. لغة. معنى كده إن مفهوم العقل اللي بدأوا المعتزلة. نعم. ونضج عند ابن رشد من خلال جهود الفلاسفة المسلمين هو مفهوم عقل غير عنصري. نعم. والحقيقة هذا ينسجم الآن مع الخطاب الجديد في الفكر الغربي الذي تعلم أن الاتجاهات البيولوجية في تفسير السلوك الاجتماعي استثمرت في فترة من الفترات في نهاية القرن الماضي بداية القرن الحالي القرن العشرين مساوقة لحركة المادة الاستعماري. نعم. المادة الاستعماري والعنصرية بالقول بأن الطبيعة البيولوجية للإنسان الأبيض أكثر تفوقا من الطبيعة البيولوجية للشعوب الأخرى وأن تدني الثقافات الأخرى مقارنة مع الثقافة المركزية الأوروبية يعود لاختلافات أساسية الاختلافات في مستوى التطور البيولوجي. لكن الآن هناك عودة إلى التفسيرات البيولوجية لكن في اتجاه تحرري ليبرالي بالقول وهذا ينسجم مع الكلام الذي ذكرته الحقيقة على العقل أن الإنسان واحد بما هو واحد في كل زمان وكان وأن الآليات العقل واحدة عند كل إنسان لأن أسسها البيولوجية واحدة من ثم فإن الثقافات على اختلاف ما بينها على المستوى السطحي هناك خصوصية ثقافية الاختلاف ولكن ينتظم عمقها جميعا بنا كونية مشتركة هذه البنى الكونية ناشئة عن عقل واحد في النهاية له نفس الآليات ومن ثم لا يجوز أن نفاضل بين نعطي قيمة نسبية للثقافة فلا تجعل الثقافة أو لا ننظر للثقافة باعتبار المعيار المركزي الذي تقاس إليه الثقافات الأخرى. المفهوم العقل كما طرحه المعتزلة اللي هو مفهوم 100% ضد العنصرية كويس إذا يتساوق معه مفهوم حتى الفلاسفة الإشراقيين عن العقل. نعم. لأن عقل الإنسان هو أحد تجليات العقل الكلي العقل الأول. كويس. يعني هو نبع المعرفي من معرفة مطلقة ولكنها تتحول إلى معرفة نسبية في هذا العقل. إذا أخذت هذا التصور حتى التصور الإشراقي فمعناه أن كل البشر. نعم. وعقولهم بصرف النظر عن الدين والثقافة واللغة واللون كله منتزع من عقل كوني. نعم. واحد لكن هذا العقل الكوني قد يتجلى ويظهر حسب فعالية العقل النسبي بشكل بارز في تحقق حضارة وقد يكون هناك كسل في العقل النسبي. نعم. فلا يتجلى العقل الكوني. نعم. بشكل فاضل. المشكل كمان انه احنا واحنا بن 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 بنتصور ان احنا بنناضل الثقافة الغربية وبننقض العقل الغربي نحن واقعون في أسر ومصيدة تحديات غربية. نعم. بدأت في القرن 19 والقرن 20. نعم. خاصة بعلاقة الدين بالتقدم والتأخر. نعم. لأنه مع الخطاب مش الاستشراقي بس الخطاب مع 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 سلطة الاستعمار كان في خطاب سياسي. نعم. بيوجه للعالم الإسلامي إنه هذا العالم متخلف هذا العالم بدائي هذا العالم همجي لماذا لأنه مسلم. نعم. وهذا الإسلام مسؤول عن هذا وكلام وزير الثقافة الفرنسي مسيو هانوتو مخبارك إنه لما فرق بين المسيحية وبين الإسلام وإن المسيحية بيتشخص فيها الله وبالتالي ليس هناك فارق جوهري بين الله والإنسان وبالتالي الإنسان هنا بيكتسب فعالية بينما في الإسلام ده كلام هانوتو وأنا أستند إلى الإسلام أحد أوجه الإسلام ربما يعني التأويلات المغرقة في التطرف الحروفية إنه في الإسلام هناك فاصل كامل بين الله والإنسان
إله مفارق وليس محايد. وهم هنا أننا يصبح الإنسان بلا فعالية، لأن كل الفعالية إلى الله إلى آخره، وتصدره محمد عبده. لكن ويجب تأمل هذه القضية جيدا، أنه الغرب وهو بيتحدانا إلى جانب التحدي العسكري فرض علينا مفهوم أن التقدم، الغرب العلماني اللي فصل العلاقة بين الدين والتقدم والتخلف بيتهمنا بانه احنا متخلفين بسبب الدين. وبالتالي هتلاقي الاستجابتين لنفس التحدي هما كالاتي: الاستجابه التنويريه والاستجابه، مش عايز اقول الاصوليه، والاستجابه السلفيه. خلينا الانغلاق على الذات الاستجابه الاولى ان الاسلام ليس مسؤولا عن تخلف المسلمين، ولكنه سوء فهم الاسلام. وده مشروع محمد عبده وجمال الدين الافغاني، وهو اعاده فهم الاسلام بشكل يتناسب مع العقلانيه. لكن في تسليم بالفرضية صحيح، وهي أن التقدم والتأخر مش قوانين علم الاجتماع، مش القوانين اللي اتكلم عنها ابن خلدون، وإنما هو الدين وحده. وبالتالي الإجابة الثانية، وهي منطلقة من نفس، من التسليم بنفس المبدأ، هي الإجابة اللي جت بعد كده الشيخ رشيد الرابع وحسن البنا: لا، الإسلام ليس مسؤولا عن تخلف المسلمين، لأن المسلمين لم يعودوا مسلمين. وبالتالي بقت في إجابتين: إجابة إعادة تفسير الإسلام، وإجابة العودة إلى الإسلام. وإحنا في الإجابتين لغاية دلوقتي، لم نخرج من هاتين الإجابتين. والسؤال نفسه المصيدة عايزين نعيد تأمله: هل هناك علاقة شرطية علية بين الدين والتقدم والتأخر، أم أن التقدم أيضا هو عنصر فاعل في فهم الدين فهما سويا؟ يعني وهذا هذه المشكله الحقيقه، يعني ايضا يمكن ان تلتبس على الانسان وهو يقرا كتاب، يعني بعض مؤلفاتك، فيبدو احيانا وكانه يعني حاله التخلف التي يعيش فيها الوطن العربي والعالم الاسلامي بصوره عامه يمكن ان نردها الى محدد تاريخي قديم ما يزال فاعلا فينا. نتحدث عن الشافعي على سبيل المثال، غلبة الخطاب خطاب معين، فالشافعي، الغزالي، الأشعري، ويبدو وكأن العقل العربي تكون في تلك اللحظة، وهذا الخطاب هو الذي غلب على حساب الخطاب العقلاني في سياق التحليل الذي تقوله أنه هو المسؤول في الوقت الحاضر عن تخلفنا. ويغيب هنا القول الحقيقة أنه التراث، وأنت توافق على هذا في سياقات أخرى، التراث غير موجود خارج وعينا به، ومن ثم فنحن فاعلون في التراث بأكثر ما هو فاعل بنا، نحن نشكله، وكأن الحاضر هو الذي يشكل الماضي بأكثر مما يشكل الماضي الحاضر، لأنه نحن نشكله. وهذه بالضبط معركتنا، ومن ثم معركة التقدم والتأخر، بدل من أن نحيلها إلى نقطة معينة في التراث، لماذا لا نحيلها إلى شروط الحاضر الذي نعيش به؟ طبعا. ومن طبعا علاقة التبعية بالمركز الغربي طبعا، والحداثة الرثة طبعاً التي أخفقت، لا خلاف في هذا، التي أخفقت تماما في هذا، في لا خلاف في هذا. لكن واخد بالك يعني إيه؟ ما هو مؤكد أن التخلف ده له أسباب أعمق بكثير جدا من ده التخلف نفسه هو الذي أدى إلى سيادة الفكر الديني اللاعقلاني. يعني التخلف نفسه هو الذي أدى إلى سيادة هذا الفكر، وليس أن هذا الفكر هو الذي أدى إلى التخلف. هناك طبعا علاقة، ما هيش علاقة علية من أحد الجانبين، إنما يعطى الآن تبريرا، ليش تبرير؟ ده في محاولة لإعطاء مشروع للنهضة من خلال هذا الفكر المتخلف، وهي دي الخطورة. فهي المحاولة إن احنا نقول إن التراث ما هوش بعد واحد، إن في تراثات، في تراث يمكن أن يساعد على التقدم، وفي تراث يمكن أن يكرس حالة التخلف. هنا داخل جزء من التدافع، داخل جزء من الاختلاف في قراءة التراث وإعادة محورة جوانب التراث. لكن المسؤولية ليس مسؤولية الفكر عن الواقع، ولا مسؤولية الواقع عن الفكر. لأن البعض يتعامل مع التراث وكأنه حقيقة موضوعية خارجية، يعني قارة في العالم الخارجي، وهو الذي يسيرنا ويحركنا ويشكلنا. تعرف انت في الواقع نحن الذين نشكله ونعيد تشكيله. انت تعرف جيدا أنه في كتاب إشكاليات القراءة وآليات التأويل، يعني في نقدي لكتاب أدونيس الثابت المتحول، إن قلت بالفعل إنه لا، ما يعني إن احنا نعمل عنصر ثابت وعنصر متحول، ونضع الثبات في إطار كل ما لا يتفق مع ايديولوجيتنا، والتحول في إطار أنه حتى داخل عنصر الثبات في عناصر متحولة، صحيح، وداخل عنصر التحول، وأن العلاقة حتى بين الثبات والتحول مش علاقة انفصال. الدكتور نصر، فيما تبقى من الوقت الحقيقة والأسئلة كثيرة، ولكن أسألك عن موضوع أثير أيضا في الجدل الذي دار حول أعمالك.
أنت اتهمت الخطاب الديني وبلغة يبدو منها أنه لا تمييز فيها بين خطابات دينية مختلفة بأن من آلياته رد الأمور والظواهر إلى علة واحدة اللي هي الله سبحانه وتعالى على حساب النظر في السببية المباشرة أي المستوى المباشر للأسباب القائمة، وهذا يعطل حركة العقل والتفاعل مع العالم الطبيعي الذي نعيش فيه. وفرقت بين يعني عشان بس أبقى واضح، فرقت بين الشعور الديني اللي بيعمل ده وبين الخطاب الإيديولوجي اللي بيعمل ده، لأن الشعور الديني الشعور الديني التلقائي هو يرد كل الأسباب إلى الله، لكنه في نفس الوقت يدرك الأسباب المباشرة ويتعامل معها. صحيح، لكن لكن تنظير هذا فلسفيا هو اللي أنا بنتقل. نعم، ولكن عمليا في التاريخ الإسلامي في إبان الحضارة الإسلامية بل وأيضا في العصر الحاضر الذي نعاني فيه من واقع التخلف الذي نحن فيه، يعني هل حدث بالفعل أن تعطلت الحركة العلمية والبحث في الأسباب المباشرة والبحث في الطبيعة وظواهر الطبيعة والإنسان إلى آخره، تعطلت بسبب اتجاه بعض الاتجاهات إلى الحديث عن العلة الأولى وإهمال الأسباب المباشرة الذي نعرف أنه يعني هل نحن ننتج علما؟ نحن الآن لا ننتج علما، لا أنا بكلم عن الخطاب الدين المعاصر الآن. نعم، يعني أنا لا أتحدث عن مطلق الخطاب الديني في التاريخ. نعم، ولكن هل نرد هذا التخلف عدم إنتاج المعرفة في الوقت الحاضر لأنه يسود العقل العربي الرد الظواهر الطبيعية وكل ما يحدث في العالم إلى علة الأولى دون النظر؟ الخطاب الديني يفعل هل هو المسؤول أم المسؤول الشروط الواقع الذي نعيش فيه بشروط المادية السياسية الاقتصادية الاجتماعية طبعا، بحيث يصبح الإطلاقي وإعطاء بهذا التفسير. نعم، يعني ما هو تغييب لكل الشروط التي تتحدث عنها. إذا حدث زلزال، إذا مات عدد من الحجيج لسقوط نفق، أليس هناك مسؤولية المهندس؟ نعم. أليس هناك مسؤولية البناء؟ نعم. إنما أن يتم وصف هذا الحدث باعتباره حدث قدري، وإن هؤلاء الحجيج يعني ماتوا في الأرض المقدسة، هذا خطاب موجه للناس، أن في الزلازل يقال هذا غضب من الله، إنه في إحدى المركبات اللي غرق فيها بعض الناس في مكان لك يعني هذا قدر حوادث القطارات. إن هنا بنتكلم عن الخطاب العام اللي ربما يكون خطباء المساجد. نعم، الخطاب العام اللي بيأثر في وعي الناس. نعم، أكتر من الخطاب العاقل. في مجتمع نسبة الأمية فيه كما تعلم تزيد عن 50%. نعم، ونسبة من يقرؤون الصحف لا يقرؤون حتى المقالات الجادة. كويس، احنا بنتكلم عن خطاب بيمارس فعاليته من خلال واقع. لو أن هذا الخطاب موجود في واقع متغير لم يكن ليلفت النظر. نعم، لأنه الخطاب السلفي التقليدي موجود طول الوقت. نعم، واخد بالك يعني والخطاب اللي بيركن إلى الماضي ويحتمي في الماضي موجود طول الوقت وفي جميع العصور. نعم، لكنه ليس في عصر لم يكن هو الخطاب المهيمن. أو الخطاب المسيطر. نعم، الخطورة هنا حين يهيمن مثل هذا الخطاب. نعم، وحين يؤدي هذا في المجتمع إلى عدم محاسبة المخطئ. نعم، ومع ذلك عندما تحدث يعني حوادث من هذا النوع تخرج الأصوات أحيانا لتدين المسؤولين وتطالب بمحاكمتهم ونحو ذلك، فهناك بحث في الأسباب المباشرة، وعندنا علماء لا ينكرون العلة الأولى ويحيلون إليها في النهاية كل شيء، ولكنهم يتعاملون مع الأسباب المباشرة ويجدون أن هذه نواميس أودعها الله في الطبيعة. خلي بالك أننا بنتكلم عن الخطاب السائد الأكثر تأثيرا في الناس على المستوى الشعبي، على المستوى الشعبي اللي بيتجلى في البرامج الإعلام، اللي بيتجلى في الصحف، اللي بيتجلى في خطابة المساجد. نعم، يعني يمكن أنا أبقى راجل أكاديمي وما تعاملش إلا في تحليل الكتب، هو الطريق. إنما إن أنا بتعامل مع الخطاب المؤثر في وعي الناس لأنه هذا الخطاب المؤثر. نعم، والخطاب اللي يؤدي إلى ترسيخ قيم التخلف. والطريف أنه في الزلزال تركيا، يعني الدولة العلمانية والحكومة العلمانية التركية العلمانية المتطرفة في أقسى صورها أحالت إلى الخطاب الديني لتبرئ نفسها من مسؤوليتها عن عدم القدرة على التعامل، عدم الكفاءة في التعامل مع الزلزال. لأنه يعني إذا عملنا هامش على 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 تركيا، هذا نظام عسكري وليس نظام علماني، ولكن هذا هو يعني ما يدعيه على أي حال. يعني هو ما يدعيه، لكن مهمتنا إن إحنا نحلله في برضه هذا خطاب عسكري. نعم، يعني حين تكون هناك
علمانية يحميها العسكر هي لا تقل عن إسلامية يحميها العسكر. نعم. يعني لا تقل الحقيقة يعني. نعم. يعني إنما إيه طبعا أخذ بالك في مثل هذه النظم الدكتورية الشمولية يستخدم الدين كأداة من أدوات يعني يتم توظيف الدين واخد بالك. نعم. لتخدير الشعوب وهي تمسك العصا من ونحن المصر. ونحن هنا لا نوافق على هذا. نعم. لا نوافق على ذلك. نعم. وتطرح قدرا من العلمانية وقدرا من الخطاب الإسلامي تستخدم الأول لضرب المعارضة الإسلامية وتستخدم الثاني لضرب المعارضة وهذا هو خطابنا السياسي في العالم العربي في العالم العربي الذي نتهمه بالعلمانية أحيانا واخد بالك ونتهمه وإنما لأنه افتقاد مشروعية. نعم. النظم السياسية يؤدي إلى التعلق بمشروعية عليا وهذا لا يجعل أمام المعارضة سوى التعلق بنفس المشروعية. نعم. فكأنه نزاع مشروعية سياسي. نعم. ولكن الدين أداة مستخدمة في هذا النزاع السياسي وأنا عايزين نحرر الدين من هذا النزاع. دكتور نصر الحقيقة الحديث ذو شجون ولكن الوقت قد أدركنا وأنا أشكرك على هذا الوقت وعلى هذا الحوار. أنا يعني نفسي الحقيقة أشكرك جدا جدا أنك أتحت لي ربما لأول مرة يعني هذه الفرصة من الحوار العميق اللي بيتعامل بجدية وباحترام مع أفكاري التي أسيء فهمها وعوملت بقدر أنت تعرف من الاحتقار شديد. يعني أنا مدين لك بالاعتراف به بأنك أعطيتني هذه الفرصة. شكرا جدا أعزائنا المشاهدين. أكرر الشكر للدكتور نصر حامد أبو زيد على حوار الفكر هذا وإلى أن نلتقي بكم في حلقة مقبلة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف يا سيدي أنت عندك إيميل؟ عندكم ايميل بس ده بتاع الايميل مش حافظه بتاع عندكم ايميل عندي بس بيرد عليا مش انت بيرد عليا ناس الايميل تبعي مش عندك لا